رغم كل هذا الحلف وإرسال المدمرات وغيرها، إلا أن شركات الشحن غير قادرة على المرور من البحر الأحمر، لم تستعيد هذا حلف حارس الازدهار، لم يستعيد ثقة شركات الشحن، وبالتالي أسعار الشحن ازدادت وعبر رأس الرجاء الصالح. والآن حتى في المحيط الهندي والبحر العربي جماعة الحوثي تستهدف هذه السفن، بل إنها تصيب السفن. يعني السؤال هنا، ما فائدة هذه المدمرات وهذه التكنولوجيا العالية وهذه التكلفة العسكرية العالية إذا كانت في نهاية المطاف جماعة الحوثي قادرة على تحقيق أهدافها وبأقل الأثمان، وقادرة على أن تضغط ليس فقط على إسرائيل وإنما على المنطقة وحتى أوروبا بأكملها بسبب ما تقوم به من حصار وتنفذ حصارا على مضيق باب المندب؟ ما فائدة كل هذه التحركات؟ هذا هو السؤال اليوم المطروح. نعم، سؤال يطرح نفسه، وصدقت في هذا السؤال أو في طرح هذا السؤال أبدع. ولكن أيضا نسأل سؤالا آخرا بالضبط، يعني بالمقابل، لو لم يكن هذا التحالف موجودا في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وعموم البحر العربي، لكانت الخسائر الآن كثيرة جدا، ولا انقطعت الملاحة بشكل نهائي عبر باب المندب، ولا أحس أو استشعر الحوثيون أنهم هم المسيطرون بالكامل ولا يخافون من أحد ولا يأبهون من أحد لأحد. هذه الضربات التي قام بها تحالف، يعني السفن التابعة لتحالف حارس الازدهار، قد أخرتهم بعض الشيء وأجبرتهم على عدم الإطلاق لمدة أسبوعين على الأقل، مثل ما نتذكر قبل شهر تقريبا من الآن. والآن أيضا في هذه الأيام نرى أن الحوثيون رغم تصعيدهم فإن صواريخهم ومقذوفاتهم صواريخهم الفلسطينية ومقذوفاتهم الموجهة ضد سفن أو القطع البحرية تسقط ولا تؤذي كثيرا للسفن التجارية. ولحد الآن على متابعاتنا لم تصب أي قطعة بحرية حربية، سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لبريطانيا أو باقي الدول. فإذا نقول بالمقابل أن هذا التحالف لو لم يكن موجودا في هذه المنطقة لكانت المنطقة بالكامل تحت السيطرة الحوثية، على الأقل من ناحية الأسلحة نوعا ما بعيد المدى أو متوسط المدى.